أهم الأنباء. أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة استشهاد أربعة مواطنين في قصف صاروخي لموقع واستهداف للمشاركين في مسيرات سلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة. يعتبر المراسلون أن المواطنين استشهدا وأصيب آخرون بجراح جراء استهداف قناصة الاحتلال خلال مشاركتهم على مسيرة سلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، فيما استشهد مواطنان آخران جراء قصف استهدف موقعا في مخيم المغازي. ومعنا مباشرة من المحافظة الجنوبية مراسلنا محمد عبد الحطب. أهلا بك معنا محمد، ما الجديد لديكم في المحافظة وهل تم تشييع شهداء الأمس؟ نعم تحية لك ولجميع المشاهدين. بداية في هذه الأثناء ونحن نتحدث على الهواء مباشرة، الطيران الحربي الإسرائيلي يقوم بالقصف في هذه اللحظات، طائرات الاستطلاع أيضا تقوم بالقصف في هذه في شرق مدينة غزة، أيضا هناك قصف عنيف من قبل المدفعية الإسرائيلية في هذه اللحظات شرق مدينة غزة، أيضا شرق جحر الديك الآليات العسكرية نيران رشاشاتها بشكل قذيف قبل لحظات باتجاه اراضي المواطنين الزراعيه وباتجاه المواطنين الماره في الاجواء هنا في قطاع غزه. هذه اللحظات هي اجواء تصعيد الاحتلال الاسرائيلي، ربما بدا بالتصعيد بعد مسيره امس والتي سقط خلالها اربعه من الشهداء من خلال مشاركتهم في المسيرات. الجماهير اليوم تشهد لتشييع أربعة من الشهداء الذين شاركوا بالأمس خلال مشاركة في المسيرات. حتى هذه اللحظة طائرات الاستطلاع تجوب أجواء قطاع غزة بشكل لحظة. في هذه اللحظة أيضا نسمع زي الانفجارات المدفعية الإسرائيلية التي شكلت قذائف بشكل كثيف شرق مدينة غزة، ولا زال القصف متواصل حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها على الهواء. الاجواء في قطاع غزه هي اجواء توصي واجواء فلربما يشتد هذا التصعيد في اسرع الاحتلال في الساعات القادمه الى القادمه، فلربما يكون قد بدا هذا التصعيد في هذه المصنع في هذه اللحظات شرق انفجارات شرق مدينه غزه. شكرا لك مراسلنا المحافظ احمد ابو حطب على كل هذه التفاصيل. لوحت الولايات المتحدة الأمريكية في بدر الرأي جهدا كبيرا لمساعدة إيران في توسيع المقاطع المشهورة النووي مطالبة بوقف جميع الشؤون في التخصيب الإيراني، وكانت الإدارة الأمريكية أنها لم تسمح لإيران بنقل فائض الماء الفقير المستخدم في تخصيب اليورانيوم لمبادلته الطبيعي يورانيوم الطبيعي. قال الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ قصيرة المدى في أول عملية لإعراض الصواريخ منذ عام 2017 على مركب هيئة أقل مركب هيئة أركان الجنوبية الكورية الجنوبية يجري تحليلا مشتركا مع الولايات المتحدة بشأن هذه الحادثة. من جهة أخرى رجح خبراء بدأ أن الصواريخ وعدم الصواريخ وعدم المرونة إيران بشأن الإيران بشأن تخفيف العقوبات عن بنيان. اتفق طرفان النزاع في جانب الشمال على إرجاء تشكيل حكومة الوحدة حسب أشهر برئاسة معالي نتن هي أيجاد التنمية أيجاد أيجاد معلمات أيجاد والطرفين اجتمعا وافقا على الإجماع على الأمني بالمرحلة قبل عقب مراحلتين استمر اجتماعيا بسبب في هذه الرياضة القصيرين جنوب السودان في جنوب السودان التي انقاذ حولة اتفاقات من وفاع سلام الموقع تم بارز العام بمداره من العام 2018. شكرا على المتابعة.